بجوار ضريح صلاح الدين في 5 قبور، الأول للدكتور عبد الرحمن الشهبندر، والثاني لياسين الهاشمي اللي كان رئيس وزراء العراق. أما الثلاثة البقيانين فبنلاحظ أنه مكتوب على شواهد القبور أنهم طيارين عثمانيين، فيا ترى شو حكايتهم؟ بمنطقة اسمها أرض الحشيش بالشام، واللي بعدين صارت أرض لمعرض دمشق الدولي بمكانه القديم جنب نهر بردة، شاف أهالي الشام لأول مرة طيارة عم تهبط. هالحكي كان بال 1914، وكانت وقت الدولة العثمانية اشترت طيارتين من ألمانيا، وانطلقت أول رحلة من اسطنبول للشام، وكان مقرر تكفي على فلسطين ومصر. بس اللي صار كان مؤسف وفاجأ الجميع. الطيارة كان اسمها مقاونة ملية بقيادة الملازم الأول المدفعي صادق بيك ومعاونه الطيار اليوزباشي فتحي بيك. وقبل ما توصل على الشام أعلنت السلطنة عن هالحدث الضخم، وتجمعوا الناس مو مصدقين كيف إنه هيكل حديدي عم يطير. ولما هبطت الطيارة وطلعوا الطيارين صارت الناس تصفق وتزغرد، ونحمل الطيارين على الكتاف والناس حواليهم عم تهتف إلهم وللسلطان. المهم القصة ما خلصت هون، فالطيارين كان بدهم يكفوا طريقهم على مصر وفلسطين، وفعلا بعد يومين رجعوا أهالي دمشق لمرج الحشيش وتجمعوا ووضعوا الطيارة. بس للأسف الطيارة ما كفت مشوارها بسبب الجو، ووقعت قريب من بحيرة طبرية وتوفى الطيارين. زعلوا أهل دمشق كتير ومشيت أعداد ضخمة بجنازة الطيارين، واندفنوا ورا الجامع الأموي قريب من ضريح صلاح الدين، وانفتحت بيوت عزاء إلهم ببيوت أهل الشام. رجعت السلطنة وقررت تبعت الطيارة الثانية، وفعلا بعد شي أسبوع إجت الطيارة من اسطنبول وهبطت ببساتين المزة. بس هالمرة ما تجمع كتير ناس لأنه كانوا زعلانين على الطيارين اللي توفوا، ومثل المرة الماضية كفت الطيارة الثانية طريقها على مصر. بس للأسف كمان وقعت الطيارة أمام مدينة يافا الفلسطينية، وتوفى الطيار واندفن جنب رفقاته الاثنين عند الجامع الأموي. من اللي حضروا هبوط الطيارة الأولانية بأرض الحشيش كان الشاعر والشخصية الوطنية السورية المعروفة فخري البارودي، وألقى قصيدة عن الطيارة. يا سماء الشام يا خير سماء، رحبي بالضيف مرفوع اللواء. ضيفنا يا شام نسر الناطق، سابق النسر وعقبان السماء. ضيفنا طيارة فارسها، صير الفولاذ طيرا في الفضاء. أما لا كن أنت يا فتحي أجب، أم ولي من كبار الأولياء. وبيعتبر أتراك الطيارين أبطال، وكل ما يجي مسؤول تركي أو مواطنين عاديين على الشام كانوا يزوروا أضرحة الطيارين الثلاثة. ولاحقاً أطلق اسم الطيار اليوزباشي فتحي بيك على بلدة تركية، وصار اسمها فتحية الواقعة على بحر إيجة، وعملوا بساحتها الرئيسية نصب تذكاري لهالطيارين الأبطال. لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. لا تنسوا تزوروا صفحتنا على الفيسبوك. منشوفكن الأسبوع الجاي. إلى اللقاء.